بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة المراجعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط الجرس. إذن دائما مع تصحيح مباراة التعليم الابتدائي، كنا قد صححنا اللغة العربية لدورتي يناير 2018 ونوفمبر 2019، وكذلك الرياضيات لنفس الدورتين. إذن اليوم مع تصحيح امتحان مباراة توظيف الأساتذة بالنسبة للتعليم الابتدائي لدورة يونيو 2017 مع مادة اللغة العربية. قبل ذلك، لا بد للمترشح أن يراجع بعض القواعد البسيطة في اللغة العربية، وهي قواعد جد بسيطة، قواعد نتاع المستوى الخامس والسادس ابتدائي. إذن فقط بعض المراجعة، لأن لا بد من مراجعتها باش أنك تقدر تجاوب على الأسئلة بكل بساطة وبكل سهولة. دير واحد المراجعة شاملة لدروس سنتين الخامسة والسادسة ابتدائي، لأن أغلب الامتحانات كيحطوا في هذه القواعد، أن كيكونوا اختيارات متشابهة. إذن لا بد أنك تكون مطلع على هذه القواعد باش أنك تقدر تستخلص أو تنتقي الجواب الصحيح. إذن نبدأ على بركة الله لكي لا نطيل. إذن هذا امتحان اللغة العربية دورة يونيو 2017، اختبار في اللغة العربية. أولا، مادة التخصص. مادة التخصص عليها 30 نقطة، هي اللي تحدثت عليها لا بد من مراجعة قواعد اللغة العربية، اللي هي قواعد جد بسيطة. إذا النص هو هذا. من هاد الامتحانات تقدروا تلقاوهم في موقع نتاع bestcorp.net، اذا مشكور على توفيره لنا هذا الموقع هذا، او على موقع متمدرس.ma. اذا النص هو هذا، غتحاول تقراه مزيان. اذا اللي ما عندوش الاخر النص يدير بوز ويحاول يقراه مزيان لكي نمر للأسئلة. نمر للسؤال الأول. السؤال الأول ماذا يقول؟ أولا، حددي نوعية النص بوضع علامة داخل الخلاء مقابل الجواب ملعين فيما يلي. إذن هذه أمور نتاع النص، يعني ما غاديش تحتاج شي حاجة، فقط أنك تقرأ النص مزيان وتجاوب عليها. إذن النص هو عبارة عن نص تفسيري حجاجي، إذا انطلاقا من قراءة النص تقرأ النص مزيان وتجاوب عليه. السؤال الثاني، إذا بالنسبة للأسئلة نتاع النص غادي نخليك أنت أو أنت تحاول تجاوب عليها بكل سهولة لأنها مرتبطة بقراءة النص. السؤال الثاني، ضع أو ضعي علامة في الخانة المقابلة للشكل الصحيح وفق النص فيما يلي: تواجه مشكلات كثيرة إلى غير ذلك. من هنا لابد أن الواحد يكون عنده شوية مع الإعراب، ماشي شي إعراب لإعراب، الإعراب البسيط، فعل فاعل مفعول به إلى غير ذلك، نعت. إذن هذه الأمور كما قلت مراجعة بسيطة، المقرر سنتين الخامسة والسادسة، لتتمكن منها بكل سهولة وبكل بساطة. ما كاينش شي حاجة اللي وعرف هاد الشيء هذا. أنا أتحدث مع اللي ما عندوش مع اللغة العربية. إذا كاين اللي كيسمع الإعراب كيتخلع. إذا ما كاينش شي حاجة اللي صعيبة في هاد الشيء هذا.
نلاحظ تواجه من عند الفعل، تواجه فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. فر إذن لكل فعل فاعل، فر الفاعل تعهد تواجهه، إذن والفاعل ضمير مستتر تقديره هي التي تواجهه. إذن عندنا الفاعل، إذن هنا في هذا الفعل راه كاين الفعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. نطرح السؤال، تواجه ماذا؟ تواجه مشكلات، إذن المشكلات مفعول به، مفعول به خصها يكون منصوب. إذن نقلب على النصب في الراء، شنو كنلاحظ هنا؟ مشكلات. إذن هنا لابد نرجع لواحد الأمر اللي هو لاحظوا هذه الكلمة، هذه مشكلات، هذه مشكلات راها جمع مؤنث سالم. إذن بالنسبة لجمع المؤنث السالم غنحاول في الجواب نرجع للقواعد باش نحيلك على القواعد فين كاينة، باش أنك تقدر حتى إلا ما فهمتش هنايا تقدر ترجع مثلا غير جوجل جمع المؤنث السالم كيفاش كيتعرب الى غير ذلك، هذه كلشي غادي تقرا. اذا جمع المؤنث السالم عندي فيه يرفع، وعندي فيه ينصب، وعندي فيه يجر. اذا باش كيترفع الجمع المؤنث السالم؟ كيترفع بالضمه بحالو بحال الاسم الصحيح، ما كاينش شي مشكل. ولكن بالنسبه للنصب نتاعو عندنا في هذه القضيه نتاع النصب اللي عندنا فيه واحد شي حاجه. اذا بالنسبه للنصب ينصب بالكسره، كتقول لي علاش ينصب بالكسره؟ جمع المؤنث السالم مع الجمع المؤنث السالم، نعم، ما عمرنا كنلقاو فيه فتحه، هذه ديرها في بالك عقل عليها مزيان. الجمع المؤنث السالم ما عمر كتكون فيه فتحه، ينصب بالكسره النائبه عن الفتحه. اما بالنسبه للجر يجر بالكسره الظاهره على اخره. اذا بالنسبه للرفع والجر ما عنديش مشكل، هنا عندي ضمه في الرفع، هنا الجر عندي كسره، اما النصب فينصب بالكسره النائبه عن الفتحه. مثلا التقيت تلميذات، التقيت تلميذات مثلا او طالبات مثلا، هذا جمع مؤنث سالم. من هذا فعل التقي، فعل ماض مبني على السكون والتاء المتحركة، ضمير متصل في محل رفع فاعل، أو الفعل أو الفاعل. التقيت من؟ تلميذات، إذا هذا مفعول به. غاديش نقول تلميذات، ما عمرنا كنلقاو فتحة في الجمع المؤنث السالم، إذا غنقول تلميذات. إذا تلميذات مفعول به منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة كما قلنا هنا. إذا نرجع للسؤال، تواجه مشكلات. إذا قلنا هنا تواجه فعل وفاعل، تواجه ماذا؟ مشكلات. إذا مشكلات مفعول به، مفعول به خاصة يكون منصوب والنصب، إذا هذا قلنا جمع مؤنث سالم باش يكون منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة. إذا هايدي هنا منصوبة بالكسرة النائبة عن الفتحة، هنا منصوبة بالكسرة النائبة عن الفتحة، هنا منصوبة بالكسرة النائبة عن الفتحة، هنا عندي لاحظوا هنايا عندي جوج، إذا هادي لا، من هذا الخيار هذا مشى، بقاو لي دروك هاد الخيارات بثلاثة، فين راه اللي صحيح فيهم؟ واش هذا ولا هذا ولا هذا؟ شكون غادي يبينها لي؟ غادي يبينها لي هاد الكلمة اللي موراها. نلاحظ أن تواجه مشكلات كثيرة، إذا كي دايرين هاد المشكلات؟ كثيرة. من هنا عندي نعت، والنعت كيتبع المنعوت ديالو، إلا كان منصوب كيكون حتى هو منصوب، كان مجرور كيكون مجرور، كان مرفوع كيكون مرفوع. من هذه الكلمة هي اللي تحدد لي الجواب الصحيح. قلنا هذا منصوب، إذا من هذا خصه يكون حتى هو منصوب. نلاحظوا هنا كثيرة، من هنا راه مجرور، إذا هذه مشات، هذا الخيار هذا خطأ. ثم كثيرة، لاحظوا هنايا هنا هذا الخيار خطا. تواجه مشكلات كثيره، اذا لاحظوا هنا عندي النصب، اذا هذا هو نعت تابع لمنعوته فيه النصب، اذا الخيار الصحيح هو هذا. ثم نمر للسؤال الثالث، ضع او ضعي علامه في الخانه المقابله للجواب الصحيح
وما يجد فيه من معارف وعلوم ووسائل التواصل المستحدثة. كلمة المستحدثة واش هي مصدر ميمي؟ واش هي اسم زمان؟ واش هي اسم فاعل؟ واش هي اسم مفعول؟ من هنا غادي نمشي نخرج الفعل نتاع هاد المستحدثة. شنو هو الفعل نتاع المستحدثة؟ من عندي هاد الكلمة هادي المستحدثة، شنو هو الفعل ديالها؟ هو استحدث. استحدث هذا هو الماضي ديالو، الفعل الماضي ديالو. نحولو للمضارع، يستحدث. يستحدث هنا غادي نمشي نخرج. اذا بالنسبه لاسم الفاعل والاسم المفعول كيفاش كنديرو نخرجوهم؟ اسم الفاعل اذا كان عندي الفعل ثلاثي، اسم الفاعل ديالو كيكون على وزن فاعل. اما اذا كان الفعل غير ثلاثي، اسم الفاعل نتاعو كيكون على وزن مضارعه، يعني كندير المضارع ونبدل ديك هي المضارعه بميم مضمومه وكسر ما قبل اخره. اذا على وزن مضارعه بإبدال ياء المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره. هذا هو اسم الفاعل، هذا اسم الفاعل. نمشيو نشوفوا اسم المفعول. بالنسبة لاسم المفعول نفس القاعدة، إذا كان عندي فعل ثلاثي إذا كيكون اسم المفعول ديالو غادي يكون على وزن مفعول. أما إذا كان غير ثلاثي فكيكون على وزن مضارعه بإبدال ياء المضارعة ميم المضمومة وفتح ما قبل آخره. نهضو فقط قواعد، يمكن نحاول ما أمكن نرجع للقواعد. إذا نمشيو نشوفو استحدث يستحدث. إذا هذا استحدث هل هو ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ إذا غير ثلاثي. إذا عندي القاعدة نتاع الاسم الفاعل على هذه الشكيلة، وبالنسبة لاسم المفعول على هذه الشكيلة. نخرجوا اسم الفاعل هو الأول نشوفو يستحدث، من هذه الياء هذه نحولوها من مضمومة هتولي مستحدث من مضمومة وكسر ما قبل آخره. ها هو مكسور ما قبل آخره. إذا مستحدث هذا اسم فاعل. وأنا شنو عندي هنايا؟ عندي مستحدث، مستحدثة، ها مستحدثة، إذا مستحدثة. إذا غادي نشوف اسم المفعول، اسم المفعول نفس الشيء يستحدث. إذا غادي نبدل ديك الياء بميم مضمومة مستح وفتح ما قبل آخره. قلنا هنا وفتح ما قبل بمعنى مستحدث. إذا لاحظوا هنايا المستحدثة، إذا مستحدث. إذا لاحظوا هذا اسم مفعول، اسم مفعول. إذا الجواب الصحيح هو اسم مفعول. أما اسم الزمان كيكون على وزن مفعل ولا مفعل. ثم المصدر الميمي حتى هو كيكون بحال اسم مفعول ولكن يفهم من سياق الجمل. نمر للسؤال الرابع، ضع علامة. إذا غير باش تكون عارف شنو كدير، لأن بعض المرات كتكون الاختيارات كتكون متشابهة، بمعنى خاصك تكون عارف شي حوايج باش أنك تخرج الجواب الصحيح من بين هذه الاختيارات المتشابهة. ضع علامة في الخانة المقابلة للجواب الصحيح. يرجع كاتب النص السبب الرئيس لتدهور اللغة إلى. من هنا انطلاقا من النص غادي تقرا النص غادي تخرج بأن السبب يرجع إلى أهل اللغة انطلاقا من النص. يعني بالنسبة للأسئلة نتاع النص ما غاديش نبقى نطول فيها، لأن عندنا غرض حنا في القواعد نتاع اللغة العربية. ثم نمر للسؤال الموالي. السؤال الموالي هو السؤال الخامس، ضع أو ضعي علامة داخل الخانة المناسبة. اللغة العربية أكثر انتشارا من مجموعة من اللغات. تعرب كلمة انتشارا في الجملة السابقة
واش اسم تفضيل، واش مفعول مطلق، واش تمييز ملفوظ، واش تمييز ملحوظ. من هنا غادي نحاول نطول شويه باش نحاول نشرح كل حاجه على حده. اذا شنو هو المفعول المطلق؟ المفعول المطلق بعجاله، اذا غير قواعد نتاع الخامس والسادس ابتدائي. المفعول المطلق هو مصدر منصوب، اذا هو من المفاعل. المفاعل كنعرفوا المفعول به، المفعول المطلق، مفعول لاجله، مفعول فيه، والمفعول معه. عندنا خمسة نتاع المفاعل كلها منصوبة، هو مصدر منصوب. يتكون ولا يتضمن، يتكون من نفس حروف الفعل الذي سبقه. هذا هو المفعول المطلق، هو واحد المصدر اللي منصوب وكيتكون من نفس الحروف نتاع الفعل اللي سبقه. غادي نشوفوا مثال. ويأتي إما لتوكيد الفعل، غادي نشوفوا هذا النوع هذا، أو لبيان عدده، أو لبيان نوعه. يعني هذه هي القاعدة نتاع المفعول المطلق. غادي نعطي مثال لكل نوع، يمكن توكيد الفعل، بيان العدد، وبيان النوع. مثلا اجتهد الطالب اجتهادا، اجتهد الطالب اجتهادا. نلاحظوا هذه الكلمة، هذه شنو كتلاحظوا فيها؟ نرجع للقاعدة، المفعول المطلق هو مصدر منصوب. لاحظوا مصدر اجتهد اجتهادا، هذا مصدر منصوب يتكون من نفس حروف الفعل الذي سبقه. لاحظوا اجتهد اجتهاد، إذن عندي نفس الحروف الأصلية، نفس الحروف الأصلية نتاع الفعل اللي سبقه، ها هو هذا. ويأتي إما لتي، إذا نبقى نضرب نحددوا واش يؤكد الفعل ولا يبين نوعه ولا يبين عدده. واش عندي شي عدد هنا؟ لا، ما كيبين لي عدد لا والو. واش عندي النوع نتاع الاجتهاد هنا؟ كي داير هذا الاجتهاد؟ ما رانيش عارف. إذا هنا يؤكد الفعل اجتهادا، يؤكد الفعل. مثلا هذه الجملة نحولها، اجتهد الطالب اجتهاد مثلا الأبطالي، مثلا اجتهد الطالب اجتهاد الأبطالي. نلاحظوا اجتهاد مصدر منصوب، ها هو فيه نفس الحروف نتاع الفعل اجتهد. كي دار هذا الاجتهاد؟ اجتهاد ديال الأبطال، إذا هنا كيبين لي نوع الاجتهاد. كي دار هذا الاجتهاد؟ هذا اجتهاد الأبطال، من هنا يبين نوع الفعل، يبين نوع الفعل. كي دار هذا الاجتهاد؟ اجتهاد الأبطال، من هنا مفعول مطلق يبين نوع الفعل. ناخذ جملة أخرى مثلا اللي كيبين لي العدد، مثلا انتصر المنتخب الوطني انتصارين، انتصر المنتخب الوطني انتصارين. لاحظوا انتصار، انتصار مصدر منصوب فيه نفس الحروف نتاع الفعل اللي سبقه انتصر. وشنو شحال من انتصار عندي هنا؟ عندي جوج ديال الانتصارات، بمعنى لاحظوا هنايا مصدر منصوب، بشرة منصوب، انتصارين منصوب بالياء لأنه مثنى، مثنى كيتنصب بالألف ويرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. إذن انتصارين لاحظوا يبين عدد الفعل، كيبين لي عدد الانتصارات، بمعنى يبين عدد الفعل. إذن هذه هي القاعدة نتاع المفعول المطلق. إذن واش عندي مفعول مطلق؟ اللغة العربية أكثر انتشارا، واش انتشارا مفعول مطلق؟ واش عندي شي فعل فيه نفس الحروف مع الفعل اللي، إذا ما عنديش كاع فعل في سبقه، إذا ليس مفعولا مطلق. نمشيو نشوفوا اسم التفضيل، اسم التفضيل كيكون على وزن أفعل، كيكون على وزن أفعل، المؤنث نتاعو هو فعلى. واش انتشارا راه على وزن أفعل؟ لا، إذا ماشي اسم تفضيل. بقى لي التمييز، إذا هذا غادي يكون تمييز، ولكن واش تمييز ملفوظ ولا ملحوظ؟ نسمحوا غادي نطول شوية، ولكن غادي نحاول ما أمكن نشرح القواعد اللي من هذا نخرجوا الجواب الصحيح. الآن غادي نمشي نشرح التمييز، شنو هو التمييز؟ التمييز عندي نوعان،
إما ملفوظ إما ملحوظ. هذا هو التمييز. التمييز هو واحد الكلمة اللي كتحيد لواحد الغموض من الجملة، بمعنى إذا صح التعبير هي واحد الكلمة اللي كتحيد لي الغموض من الجملة. مثلا إذا قلت قرأت عشرين أسكت، شنو كتلاحظوا في هذه الجملة؟ هذه الجملة فيها واحد الغموض، إذا خاصني واحد الكلمة اللي غادي تحيدها تحيد لي هذا الغموض. قرأت عشرين مثلا نقدر نقول قصة، نقدر نقول كتابا، نقدر نقول جريدة، صحيفة، إلى غير ذلك. إذا هذه الكلمة هذه هي اللي حيدت لي الغموض نتاع هاد الكلمة اللي قبلها. عشرين واش؟ إذا عندي واحد العدد هنا ما عرفش شنو. إذا ملي كنزيد ديك الكلمة هي اللي كتحيد لي الغموض على هذه الكلمة هذه. إذا هذا هو ما يسمى بالتمييز. التمييز هو اللي كيميز لي كيحيد لي الغموض من الكلمة اللي قبلها، هذا كتسمى تمييز ملفوظ. وهذا التمييز ملفوظ فيه إما يكون عدد أو وزن أو كيل أو إذن عندنا عدد وزن كيل ولا مساحة، هذا هو التمييز الملفوظ. نلاحظ قرأت عشرين قصة، إذن هذا قصة تمييز عدد، كيتسمى تمييز عدد، وهذا النوع كيتسمى إذن ملفوظ. ملي كيكون عندي عدد ولا وزن ولا كيل ولا مساحة فهو تمييز ملفوظ. إذا نعاود، الملفوظ تمييز الملفوظ كيكون عندي عدد ولا وزن ولا مساحة ولا كيل. غادي نعطي مثال كل نوع. إذا بالنسبة للعدد عطينا النوع، ها هو عطينا مثال قرأت عشرين قصة، قصة تمييز عدد وهذا ملفوظ قلنا. نمشيو نشوفوا الوزن، اشتريت كيلوغراما. إلا قلت اشتريت كيلوغراما وسكت، من هنا عندي غموض، خصني واحد الكلمة هنا يتحيد لي هذا الغموض، هذا هو التمييز. اشتريت كيلوغراما لحما، من هذا لحما هذا تمييز ملفوظ، تمييز ملفوظ أو تمييز وزن. نلاحظوا هنا عندي وزن كيلوغرام، هذا وزن. زرع الفلاح، زرع الفلاح هكتارا. إلا قلت زرع الفلاح هكتارا وسكت، إذا خاصني واحد الكلمة هنا اللي تحيد لي الغموض كما قلنا. هكتارا مثلا أرضا لا قمحا إلى غير ذلك، إذا هذا هو تمييز مساحة، هكتار فهو مساحة. بقينا الكيل، اشترى علي سطلة وسكت، من هنا خصنا واحد الكلمة تحيد لي هذا الغموض. اشترى علي سطل عسل، من هذا عسل هذا تمييز كيل، هذا السطل، كوب، مد، إلى غير ذلك، هذا كيتسمى الكيل، شي حاجة كنعبروا بها. مثلا شرب الطفل كوب ماء، شرب الطفل كوبا أو كوبا وسكت، هنا خصني واحد الكلمة. كوبا ماذا؟ واش حليب، واش ماء، واش عصير، إلى غير ذلك. إذن هذه الكلمة هي التمييز. شرب الطفل كوبا مثلا ماء، إذن ماء كوب تمييز ملفوظ. وهذا النوع تاع التمييز هو إذن عندي كيل شي حاجة، كوب، كأس، سطل، إلى غير ذلك. نتمنى يكون الشرح واضح. الآن نمشي نشوف التمييز الملحوظ. إذا هذا التمييز الملفوظ اللي شرحنا دروك هو التمييز الملفوظ، كيكون إما أعيد إما عدد، كيكون إذا التمييز كيكون إما قبل عدد أو وزن أو مساحة أو كيل، هذا هو التمييز الملفوظ. نمشيو نشوفوا التمييز الملحوظ. مثلا تزداد مدينة مراكش، إلا قلت تزداد مدينة مراكش أسكت، من هنا خصنا واحد الكلمة اللي تحيد لي هذا الغموض على هذه الجملة كاملة. إذا هذا التمييز الملفوظ كيحيد لي الغموض على واحد الكلمة اللي قبله، هكتار مثلا ولا سطل، كيحيد لي الغموض غير على الكلمة اللي قبله.
أما هذا التمييز الملحوظ كيحيد للغموض على الجملة كاملة، كيتسمى تمييز ملحوظ أو تمييز جملة. إذا تزداد مدينة مراكش، إذا خصني عندي واحد الغموض، تزداد ماذا؟ تزداد مثلا جمالا، مثلا في فصل الصيف ولا في فصل الربيع إلى غير ذلك. إذا لاحظوا جمالا، هذا هو تمييز ملحوظ بمعنى يفهم من الجملة. ما عندي لا عدد لا كيل لا مساحة لا حتى حاجة. ولا كيكون مور مثلا اسم تفضيل، مثلا علي أكثر اجتهادا من مثلا خالد. لاحظوا علي أكثر اجتهادا من خالد، إذا لاحظوا عندي اسم تفضيل جا موراه واحد المصدر اجتهادا، إذا هذا تمييز ملحوظ. غادي نرجع للسؤال، اللغة العربية أكثر انتشارا، لاحظوا أكثر انتشارا، إذا ما عندي لا وزن لا كيل لا تمييز لا غير ذلك، إذا هذا تمييز ملحوظ. إذا الجواب الصحيح هو د، الجواب الصحيح هو د. من باش ما نطولوش في الفيديوهات بزاف، غادي نريض ونعاود ندير فيديو آخر، لأننا يعني وصلنا 26 دقيقة. إذن إلى هنا انتهت هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.